السابعة تماما بالتوقيت المحلي لمدينة أنجمينا وضواحيها. سيدتي وسادتي، إليكم نشرة الأخبار من الفضائية التشادية. سينصب اليوم 9 من شهر يوليو الجاري الرئيس التركي المنتخب رجب الطيب أردوغان لولاية خامسة. وفي هذا الإطار وصل اليوم رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو إلى العاصمة التركية أنقرة، وذلك للمشاركة في حفل التنصيب إلى جانب نظرائه رؤساء الدول. تقرير الحبيب حامد محمد. دعوة من نظيره التركي رجب طيب أردوغان، وصل فخام الرئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو بعد ظهر اليوم إلى العاصمة التركية أنقرة، وذلك من أجل المشاركة في حفل تنصيب الرئيس طيب رجب أردوغان لولاية ثانية والتي فاز بها في انتخابات الرئاسية النزيهة في أواخر شهر مايو. وفي مطار حسن بوا الدولي كان في مقدمة مستقبلي فخامته وزير الشباب والرياضة السيد عثمان أشكن، ممثل الرئيس التركي وعدد من أعضاء الحكومة التركية، وسفير تشاد لدى تركيا جدة موسى عثمان، والسلك الدبلوماسي التشادي المعتمد في الجمهورية التركية. وبعد الاستقبال وطابور الشرف، توقف فخامته والوزير في صالة كبار الزوار وتطرقا إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأبرزها تقوية الشراكة والتعاون بين تركيا وتشاد. وبعدها توجه فخامته والوفد المرافق له إلى محل إقامته الكائن بفندق جران أنقرة، وهنالك اصطف عدد كبير من الطلبة التشاديين الدارسين في الجامعات التركية لاستقبال فخامته والوفد المرافق له. وبالعودة إلى العاصمة أنجمينا، انطلقت صباح اليوم بالمكتبة الوطنية أعمال الورشة المتعلقة بالخطة الوطنية المتكاملة حول السلامة من المفاعلات النووية، والتي نظمت من قبل الوكالة التشادية للسلامة من المفاعل النووي بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. محمد عثمان بشير والتفاصيل. بهدف عرض ومراجعة الخطة المتكاملة حول السلامة النووية في تشاد ENSSP، جاءت هذه الورشة التي نظمت من قبل الوكالة التشادية للسلامة من المفاعلات النووية. وخلال مداخلة له في افتتاح أعمال هذه الورشة، ممثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية والخبير الدولي في مجال الأمن النووي زيفرين أتاناس ويدروغو أكد على أنه من مسؤولية أي دولة في العالم ومن بينها تشاد تطوير وحماية هذا القطاع من وقوعها على أيدي أفراد أو مؤسسات خاصة من الممكن لها أن تستخدم تلك المادة في مجالات تؤدي إلى جرائم نووية. وزاد الخبير الدولي في حديثه بأن تلك المادة الذرية أو النووية يمكن استخدامها في مجالات سلمية مثل الزراعة، الطاقة، الصناعة وحتى الموارد المائية. بينما المدير العام للوكالة التشادية للسلامة من المفاعلات النووية في جاد مبدو جراب شدد قائلا على أن تطوير قطاعات الطاقة الذرية والنووية لأغراض سلمية هو هدف للحكومة التشادية في هذه الخطة المتكاملة المتعلقة بكيفية حماية وتطوير الطاقة النووية من أجل دعم مشروع السلامة النووية في تشاد. هذا وعلى مدى 3 أيام متتالية سيعكف المشاركون على مناقشة كافة الجوانب التي تسهم في تحسين الخطة المتكاملة المتعلقة بالسلامة من المفاعلات النووية في تشاد. افتتح صباح اليوم المدير العام لوزارة التربية الوطنية وترقية المواطنة جي بي غالي، افتتح بمركز سيفود أعمال الورشة التدريبية التي نظمت من قبل مشروع ترقية نوعية التعليم بتشاد لصالح الموجهين والمرشدين التربويين. كان ذلك بحضور مدير التعاون السويسري بتشاد. المزيد في تقرير محمد حسن آدم. في إطار الشراكة القائمة بين البلاد والتعاون السويسري لا سيما في مجال التربية والتعليم، جاء تنظيم هذه الورشة التدريبية التي نظمها مشروع ترقية نوعية التعليم بتشاد بروكيب التابع للتعاون السويسري، وذلك بهدف تقوية كفاءات الموجهين والمرشدين التربويين. مدير مكتب التعاون السويسري بتشاد ويلي غراف في كلمته بهذه المناسبة قال:
قال إن تنظيم هذه الورشة يهدف إلى رفع التحديات الماثلة أمام قطاع التعليم بتشاد، وكذا الاستعداد للعام الدراسي المقبل 2018 و2019. من جهته المدير العام لوزارة التربية الوطنية والترقية المواطنة جيبي غالي قال إن هذه البادرة تطابق مع سياسة الحكومة الرامية إلى تعزيز النظام التربوي بتشاد، وعليه طلب من المشاركين الاستفادة من خبرات المدربين لدعم أهداف الخطة الوطنية للتنمية في مجال التعليم. ونشير إلى أن أنشطة مشروع ترقية نوعية التعليم المرحلة الثالثة ستشمل كل من إقليم البطحاء وشار الأوسط ومندول وإقليم وادي فرع، وذلك بتمويل مشترك من قبل التعاون السويسري والوكالة الفرنسية للتنمية الIFD. قام صباح اليوم النائب البرلماني محمد أبكر وداعة الله بزيارة إلى بعض القرى التابعة لمركز إداري ماي عايش ومركز إداري ريف دربالي، وذلك للوقوف على الخسائر الناتجة عن الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة السبت الماضي. كان ذلك برفقة بعض المسؤولين الإداريين والشيوخ التقليديين. هارون أبا آدم. عادت المياه إلى مجاريها، وهي طبيعة اعتاد عليها سكان مركز إداري عايش وسالامانغا، حيث غمرت مياه الفيضانات الحقول الزراعية، وأن الزراعة هي النشاط الرئيسي لسكان هذه المناطق، وأن الأمطار الغزيرة التي هطلت يوم السبت الماضي هي التي أحدثت هذه الفيضانات، والتي كادت أن تجتاح القرى لولا السدود الرملية المتواضعة التي بناها القرويون أملا منهم أن تكون فاصلا بين المياه والمباني السكنية الهشة. وللاطلاع على حجم الخسائر التي سببتها الفيضانات، قام النائب البرلماني محمد بكر وداط الله بزيارة ميدانية إلى كل من ماي عايش وسالامانغا ودلاتو، وذلك لمؤازرة المنكوبين، حيث غمرت المياه أمتعة سكان هذه القرية كما هدمت المنازل الطينية والأكواخ. جمينا ببيل بيش ما نفع المدى ما يوقف لنا، خلاص يلا قلنا للإيال ما أوين الأقاوة خما مش مرقو بيقاتلوا كي القدرو ده مرقو مثل شغل أنا أكل شغل تقال قلة دول شنو وادين فدل كوازي دفق فوق. حس حاليا دانينا قاعدين تعبانين مرة واحد، ولا بكان أنا النوم ولا دولني دوس راسنا فوق، وجو أنا بتنك من شيء ده بدا ده إيش هامي كل مالكينا قجمنا أنا الرجال لمينا كله في جامعي يالنا كلا لمنام بكم واقع سدنا لهم ينقر كفراسهم شنگ ما يندم خطا كلا ما يندم شغل نججمو هامي كلا ما في حصل نطلبوا من الحكومة ومن الزمان الغير حكومة ومن اللجنة الإسلامية كلا جميع نادم يفعل خير ده نطلبوا منهم عجلة. من جانبي النائب البرلماني محمد أوداط الله ناشد الحكومة وشركائها بالتدخل السريع لمساعدة المتضررين بهذه المناطق. دور من الجراند كير مع السوسيتي عمي دول يجوا عشان يعاونوا لأخواننا دول الشعب دول خسرانين مرة عليهم خسران شبه بيان شف المشتة هناك مهوق المهوق جيشي اللي سوى له داري هوقوه هنا شفت بيتكسر خلق المخسر دور من الحكومة خلي الحكومة تشيف تقدر تجي تساعد الشعب دول في أسرع وقت شبه كأن هذا الشعب ده تعباني زراعات كله شبه الزراعة دول ده تيربوت كل المشحالة شيك اليوم ما في ما عنده. أما رئيس مركز إداري عايش محمد موسى كاش قال إن السلطات تسعى من أجل ضبط الخسائر ورفع تقريرها إلى الجهات المختصة، وتعاقب في الحديث الشيوخ التقليديين مطالبين تقديم يد العون للأسر التي تضررت والاستعداد لكوارث أخرى محتملة مع موسم الخريف. واختتم الوفد زيارته بخلوة مبروكة التي تقع في ريف مركز إداري دربالي. قدم مؤخرا مشروع تمكين المرأة والعائد الديمغرافي بدول الساحل سويد جرارات زراعية وطواحين ومولدات كهربائية لصالح عدد من الجمعيات والتجمعات النسائية بمدينة بوكورو حاضرة مقاطعة الدبابة. جرت المناسبة بحضور حاكم إقليم حجر لميس الدكتور أبو بكر جبريل. تقرير محمد حسن آدم.
ترأس حاكم إقليم حجر لميس الدكتور أبو بكر جبريل أبو بكر بمدينة بوكورو حاضرة مقاطعة الدبابة حفلا بمناسبة تسليم عدد من الجرارات الزراعية والطواهين والمولدات الكبيرة والصغيرة لصالح عدد من الجمعيات والاتحادات النسائية بالمنطقة، وذلك بتمويل من مشروع السويد لدول الساحل في مجال دعم برنامج التنمية الريفية. وبهذه المناسبة أكد كل من السيد يعقوب محمد إسحاق والسيدة سمية عبد الرحمن عبد الكريم بأن وزارة الشؤون الاجتماعية وبالتنسيق مع مشروع السويد يقومون بتقديم هذه الجرارات والطواهين لهذه الجمعيات النسائية بهدف تمكين المرأة للاكتفاء الذاتي وتقوية أدائها في مجال التنمية الريفية والعائد الديموغرافي. وبعد تسلمه لهذه الآلات الزراعية شكر حاكم الإقليم مشروع السويد بتشاد لمشاركة الحكومة في دعم التنمية الريفية والتأهيل والتدريب في كثير من المجالات. أولا الشكر، كل الشكر لوزارة المرأة والشؤون الاجتماعية على هذا الإنجاز وعلى هذا العطاء. أننا هنا بالتأكيد أن هذه الوزارة ومع المنظمات التابعة لها طبقا حرفيا طموحات ومطالب رئيس الجمهورية، لأن رئيس الجمهورية هدف الأساسي هو الاهتمام بالزراعة وبالرعي وبالشباب وبالمرأة، ده من أهم أولوياته. وتجدر الإشارة إلى أن مثل هذه الخدمات والمشاريع المقدمة من قبل مشروع السويد تساهم في مساعدة الشرائح الضعيفة وخصوصا المرأة من أجل الاستقلال والاكتفاء الذاتي وتحسين الإنتاج بصورة أفضل. تعمل اللجنة الدائمة لتنظيم الحج والعمرة منذ فترة في توعية المترشحين لحج هذا العام كي يكونوا سفراء لبلدهم عبر إظهار الصورة الإيجابية لتشاد والتشاديين أثناء موسم الحج. تقرير الزميل محمود حسن سمبو. تقديم صورة إيجابية للوطن والمواطنين بخارج البلاد تبقى مسؤولية كل تشاد وتشادية، لأنه يعتبر كسفير لبلده تشاد في البلد الذي يسافر إليه، وبالتالي فإنه يكون مطالبا بتقديم هذه الصورة الإيجابية. فضمن هذا الإطار فإن المواطنين التشادين الذين يسافرون الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج التي تعتبر الركن الخامس من أركان الإسلام مطالبون أكثر بتقديم صورة إيجابية عن التشادين، بحيث أنهم سيلتقون بملايين البشر القادمين من مختلف جهات العالم لأداء هذه الفريضة التي يجب أن يتحلى فيها الحاج بالأخلاق الإسلامية الحميدة. لذلك فإن الحاج التشادي يجب عليه أن يعكس هذه الصورة الإيجابية، ذلك من البداية وحتى النهاية، بخاصة أنه قد تلقى دروس مفيدة من لجنة المرشدين والمرشدات التي وضعتها اللجنة الدائمة لتنظيم الحج والعمرة بهدف توعية الحجاج حول أركان الحج أولا، ومن ثم حول كيفية التعامل مع مختلف الحجيج بالأراضي المقدسة. ومن جانب آخر ومن أجل تنظيم الحجاج التشادين فإن اللجنة قد قامت باتخاذ العديد من الإجراءات الجديدة التي من شأنها بأن تساعد في عملية التنظيم الجيد. إجراءات منها تتمثل في وضع علامات خاصة لأفراد كل مجموعة من مختلف المجموعات التشادية. طالبت اللجنة أيضا تعاون السفارة التشادية بالمملكة العربية السعودية خلال مدة الحج التي قد تستمر لخمسة وأربعين يوما، ذلك من أجل تقديم صورة إيجابية لتشاد، لأن تقديم صورة إيجابية لتشاد هي من المطالب الرئيسية لسلطات البلاد العليا في كل خطوة يخطوها رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو بخارج البلاد. وفيما يتعلق بعملية تنظيم الحجاج أثناء أداء شعائر الحج والتعليمات التي يجب أن يلتزم بها الحاج التشادي، أدلى رئيس اللجنة الدائمة لتنظيم الحج والعمرة لهذا العام إدريس دكوني الدكير بالتصريحات التالية في ميكروفون محمود حسن سمو. أنتوا كل الحجاج أنتوا تنظموا نفسكم، أنا نجيبوا لكم الحجاج لكن كان ما تنظموا نفسكم ما يكون، عشان ده سوينا لكم براسلة، سوينا لكم باتش، نادم كان جاء شفتوا قايد وما عنده براسلة، ما عنده باش وما عنده شغل آخر، ما هناته سين سكواتير، ما هنا نادم جاء ما كفى أجارة ودخل فوقه. أنتوا يا تدنوسه ما شاء الله بكن هنا نادم، كان شفتوا نادم ما بيشاب لكم حد تشادي دابار أنتوا تدنوسه، ده هذا النظام يجي يمرق لكم برا.
عشان ده كله فكروا فوقه عشان اي ما واحد عند بقان حقه نادم كان مال حج حقنا تشاد لكن ماشي هناك ما لقي ما تلا حقه ولا ما لقي بقان برغوت اوسيتو كان شفت نادم انا الاورجانيزاتور ده كله سوينا نظام عشان اي ما واحد يكون مرافق انا الحجاج عندنا شغل نادو جيلي خلق خاص بدرابو حقنا وباللوجو حقنا وقاعد فوق الحرم ده تشيفه لان نادم ده اورجانيزاتور بلغ للاورجانيزاتور انا ما لقيت بقان وبدا كله قلنا اي ما شاف دي فول ناس اللي هو مسؤول فوق ال 150 نفر ده من ما يمشي من هنا من مدينه من مكه من منى من عرفه كان ما لقي بقان سكنه قلنا لازم يبلغونا نعرفوا ماله كان محج ما اكل لازم يبلغونا ماله عشان هنا مسؤولين في ده ربنا خطانا مسؤول له عشان نخدم الحجاج عشان واي ما واحد كان شغل ده ما وفرنا الله بسالنا عشان ده ما نلعبوا فوق عشان ده لازم الحجاج كله يسالوا كان كلمونا في أكثر من 1000 تشادين موجودين هناك في المملكة العربية السعودية دخلوا في حجاج تشادين لأخواننا الساكنين هناك عندك النظام اللي تسوي حج المملكة ذاتك السعوديين الموجودين هناك كان سويت حج قبل 5 سنة ما بخلوك تسوي حج وانتو كل سنة واحدين ببو حاجات واحدين بسوي أكل واحدين تدخلوا في حجاج وتسكنوا مام وتسوي سكنكم الله بسألكم السنة ما ندوروا برجلنا عشان ده خلي اي ما واحد بفهم كويس لان السنة الفاتت نهنا شلنا بس لأربعة آلاف حجاج وألف نفر تدسة في بكان 4000 يغد ده يشيلوا ما بيشيل عشان ده خلي اعمل حسابكم كل ما نادم واحد بيزيد البكان يكون ضيق عشان هناك اي ما واحد اللي ينتوب باش ده في عدد سكان هناك ينتوب متر في 76 في 50 معنى اي الارض كي يقسم لك انت 4000 حجاج اوكي ينتوب اي ما حج عند متر 76 في 50 سنتي وده كان زيته 1000 نفر زيادة ده ما بيشيلنا عشان ده أي مواد خليه يقعد في بكان الحصة في جدة حق قايد ولا في مكة قايد. ونختم النشرة بقراءة هذه المراسيم الرئاسية التي وصلت إلينا للتو. مرسوم رئاسي رقم 1416 يقضي بتعيين في منصب مسؤولية برئاسة الجمهورية نظرا لضرورة العمل يرسم بما يلي: المادة الأولى، تم تعيين السيد عمر بكر مالو مديرا لترجمة النصوص والترجمة الفورية برئاسة الجمهورية. المادة الثانية، يلغي هذا المرسوم كل الترتيبات السابقة المغايرة، يسري مفعوله ابتداء من تاريخ التوقيع عليه، يسجل وينشر في الجزيرة في الجريدة الرسمية للجمهورية. أنجمنا 9 يوليو 2018، توقيع إدريس ديبي إتنو. مرسوم رئاسي رقم 1417 باقتراح من وزير الوظيفة العامة والعمل والحوار الاجتماعي يصدر المرسوم الآتي: المادة الأولى، تم تعيين السيد ياسر حسين ديار مديرا لمكتب وزير الوظيفة العامة والعمل والحوار الاجتماعي خلفا للسيد أبو بكر شيخو. المادة الثانية، على وزير الوظيفة العامة والعمل والحوار الاجتماعي وزير المالية والميزانية كل حسب اختصاصه تطبيق هذا المرسوم الذي يدخل حيز التنفيذ من تاريخ التوقيع عليه كما يسجل وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية. أنجمينا 9 من يوليو 2018، توقيع إدريس ديبي إتنو. مرسوم رئاسي رقم 1418 باقتراح من وزير إدارة الأراضي والأمن العام والحكم المحلي يصدر المرسوم الآتي: المادة الأولى، تم عزل السيد عيسى كوري عن منصبه كرئيس السلطة التقليدية لجوبون بمركز جوبون محافظة غرب تبستي إقليم تبستي، السبب التخلي عن المنصب. المادة الثانية، على وزير إدارة الأراضي والأمن العام والحكم المحلي وزير المالية والميزانية كل حسب اختصاصه تطبيق هذا المرسوم الذي يدخل حيز التنفيذ من تاريخ التوقيع عليه يسجل وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية. أنجمينا 9 من يوليو 2018، توقيع إدريس ديبي إتنو. مرسوم رئاسي 1419 باقتراح من وزير إدارة الأراضي والأمن العام والحكم المحلي يصدر المرسوم الآتي: المادة الأولى، تم تعيين السيد محمد تشينيكوري رئيسا للسلطة التقليدية جوبون بمركز جوبون محافظة غرب تبستي إقليم تبستي، المادة الثانية، يساعد رئيس السلطة التقليدية كاتب ومعاوناني ويستفيد من الرواتب الشهرية وفقا للمرسومين رقم 628
629 الصادران في 15 ديسمبر 2016 المشار إليهما أعلاه. أما الكاتب والعوان فسيستفيدون من الرواتب الشهرية المحددة بالمرسوم رقم 630 الصادر في 15 سبتمبر 2016 المشار إليه على المادة الثانية على وزير إدارة الأراضي والأمن العام والحكم المحلي وزير المالية والميزانية كل حسب اختصاصه تطبيق هذا المرسوم الذي يدخل حيز التنفيذ من تاريخ التوقيع عليه، يسجل وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية انجمينا 9 يوليو 2018 توقيع إدريس ديبي إتنو، مرسوم رئاسي رقم 1420 باقتراح ومرسوم رئاسي 1420 يقضي بتعيين السيد موسى كوبور تروما رئيسا لمشيخة عرب خزام اللاليك بمركز أبو قدام رحل محافظة وارا إقليم والداي. المادة يصدر المرسوم التالي: المادة الأولى تم تعيين السيد موسى كوبور تروما رئيسا لمشيخة عرب خزام اللاليك بمركز أبو قدام رحل محافظة وارا إقليم والداي. المادة الثانية يساعد رئيس مشيخة عرب خزام اللاليك كاتب ومعاونان ويستفيد من الرواتب الشهرية وفقا للمرسوم رقم 628 الصادران في 15 سبتمبر 2016 المشار إليهما أعلاه. أما الكاتب والعوان فيستفيدون من الرواتب الشهرية المحددة بالمرسوم رقم 630 الصادر في 15 سبتمبر 2016 المشار إليهما أعلاه. المادة الثانية على وزير إدارة الأراضي والأمن العام والحكم المحلي وزير المالية والميزانية كل حسب اختصاصه تطبيق هذا المرسوم الذي يدخل حيز التنفيذ من تاريخ التوقيع عليه، يسجل وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية انجمينا 9 يوليو 2018 توقيع إدريس ديبي إتنو، مرسوم رئاسي رقم 1419 يقضي باقتراح من وزير إدارة الأراضي والأمن العام والحكم المحلي يصدر المرسوم الآتي: المادة الأولى تم تعيين السيد محمد تشينوكوري رئيسا للسلطة التقليدية غوبون بمركز غوبون محافظة قرب تبستي إقليم تبستي. المادة الثانية يساعد رئيس السلطة التقليدية كاتب ومعاوناني ويستفيد من الرواتب الشهرية وفقا للمرسوم رقم 628 الصادر في 15 سبتمبر 2016 مشار إليه أعلى. انجمينا 9 يوليو توقيع إدريس ديبي إتنو. هكذا سيداتي وسادتي بقراءة هذه المراسيم الرئاسية نأتي وإياكم إلى نهاية النشرة. شكرا لكرم المتابعة، دمتم في أمان الله.